أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة قل يحييها الذي أنشأ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم.
فسبحان الذي بيده فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے. کائنات کے اس عظیم و شان عمل کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ فرمائیں. عرصہ دراز سے مختلف ممالک میں آن لائن پڑھانے والے تجربہ کار اساتذہ کی ٹیم موجود ہے. آپ خود اور اپنے بچوں کو قرآن کریم صحیح اصول کے مطابق سیکھیں اور سکھلائیں. ناظرات القرآن، ترجمہ القرآن اور تفسیر القرآن کے علاوہ نماز محمدی، مسنون دعائیں اور ضروری مسائل وغیرہ سیکھنے کے لیے اس نمبر پر جلد از جلد رابطہ فرمائیں اور فی الفور ہماری خدمات حاصل کریں.